في لحظة فارقة شكلت مفصلاً مهماً في تاريخ منطقة وجيل، البعض شبهها بلحظة سريالية يصعب استيعابها بمنطق السياسة فن الممكن، لأنها ببساطة فن الثورة ومن إبداع شعوب. وفي هذه اللحظة بالذات، وعندما تتصدع أرض ظن بعضها أنها ثابتة، يطفو على السطح وبكل قوة الفاعلين. هذه الصورة تتجلى في حال دول المغاربية التي ثارت ضد حكامها، تونس أولاً ثم ليبيا، لتتساقط أحجار دومينو غرباً وشرقاً. وهنا ظهرت الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، كفاعل قوي ونافذ في السياسة الداخلية لهذه الدول. تدخلت بشكل مباشر وغير مباشر، سياسياً، إعلامياً، مالياً، وحتى عسكرياً. الجميع يسأل لماذا؟ صناع الثورة وحتى الهاربين من لهيبها، الكل يسأل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في محطات مغاربية، هذه المجلة الحوارية التي تعنى بالشأن المغاربي. وموضوع حلقة اليوم التدخل الإماراتي في الشأن المغاربي، تونس وليبيا مثالا. والحديث في هذا الموضوع معنا اليوم في الاستوديو السيد حسن الدقي، أمين عام حزب الأمة الإماراتي. أهلا بك سيد حسن. وسينضم إلينا بعد قليل عبر أقمار صناعية من تونس المحلل السياسي البشير أجويني، ولكن دعونا قبل ذلك نشاهد هذا التقرير. كانت إشارة وسائل إعلام غربية بإصبع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة بشن ضربات جوية سرية على فصائل ليبية مسلحة بالتعاون مع مصر، الإضاءة الأولى الأكثر وضوحاً على تورطها في الأزمة الليبية خاصة والشأن المغاربي عموماً. هذا التدخل المباشر بدأ منذ ثورات الربيع العربي باحتضانها بعض رموز الأنظمة التي أطيح بها أو عبر مواقفها الغير مرحبة ضمنياً بالتغييرات في المنطقة، أو بمساندتها القوية والفعالة لكل خط يعادي هذه التغييرات في ليبيا وتونس. دولة الإمارات تفتح النار على كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي جاءت بها الانتخابات. ففي تونس دعمت الإمارات حسب بعض التقارير الإعلامية جبهة الإنقاذ التي دعت لحل المجلس التأسيسي وإقالة حكومة ترويكا التي كان حزب حركة النهضة المكون الرئيسي لها، دعم سياسي وإعلامي ومالي، حتى أن بعض المواقع الإخبارية تحدثت عن تمويل كل تحركات وسفرات رموز هذه الجبهة وكل أنشطتها. أما في ليبيا فكانت الغارات التي شنتها مقاتلات إماراتية على فصائل مقربة من المؤتمر الوطني العام الذي تصنفه كمؤسسة محسوبة على إخوان ليبيا. رجحت صحة الكلام المتداول إعلاميا عن الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه الإمارات للعقيد حفتر قائد عملية الكرامة، وهي عملية عسكرية موجهة ضد المؤتمر الوطني العام وفجر ليبيا. ولكن تبقى تسريبات علاقة المبعوث الأممي لليبيا بأصحاب القرار في أبوظبي، وكيف كان يعلمهم بكل تفاصيل المباحثات مع الفرقاء الليبيين، دليلا مربكا على حجم تدخل الإمارات وقوة نفوذها. دولة الإمارات تخطط لسياستها الخارجية في منطقة المغرب العربي وتنفذها في تقاطع واضح مع أجندات إقليمية ودولية تلتقي كلها في التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كبديل سياسي أفرزه صندوق الانتخابات، بعيدا عن الصندوق الأسود للسياسة الدولية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ضيف حلقتنا اليوم السيد حسن الدقي. سيد حسن، احنا في العادة في برنامج محطات مغربية نستقبل ضيف مغربي ليحدثنا عن الشأن المغربي، ولكن اليوم سنتحدث في موضوع أربك العديد من المتابعين للمشهد السياسي في المغرب العربي، التدخل الإماراتي في الدول المغربية. قبل ذلك، كيف كانت علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بدول المغرب العربي قبل ثورات الربيع العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد. الحقيقة أن يعني كثير من الاختزال مضر، ويعني نغش الأجيال الحقيقة المستجدة إذا جئنا إلى صورة مجتزأة وركزنا عليها وأغفلنا الصورة يعني الكلية. نحن نتساءل عن أي زمان نتكلم،
وعن أي مكان وعن أي شخوص أو مؤسسات حاضرة وماذا تقوم به يعني من عمل. الإمارات ولدت في 2 ديسمبر عام 1971 بعد أن خرج الإنجليز راضين مطمئنين لم يخرجهم يعني أحد، وبالتالي هم حددوا كما حدد من قبل لكل منظومة يعني أنا أسميها القمع العربي، حددت تواريخ الاستقلال المزيفة. هذا النظام العربي الحقيقة، هل حكومة الإمارات حكومة أبوظبي محمد بن زايد هل يلعب منفردا أم يلعب ضمن جوقة وضمن تيم وضمن ثوابت محددة ومنظومة معينة ينتمي إليها؟ المنظومة الحقيقة رأيناها، رأينا وزراء الداخلية العرب ورؤساء الأجهزة الأمنية يأتون لكي يركعوا أمام بن علي ولكي يأخذوا منه التوجيهات. بن علي ما وزنه في الدنيا، بن علي لم يتحصل على الشهادة الثانوية في يعني في كثير من الروايات، حتى الشهادة الثانوية ما كانت عنده، فكيف وصل بن علي؟ من الذي أعطى بن علي هذا الرئيس التونسي المخلوع، هذه الطاقة لكي يكون يعني مرجعية للعرب يعني كلهم؟ بلا شك أن اللاعبون الكبار أمريكا وأوروبا هي التي جعلت من علي مرجعية، ومرجعية في ظل ماذا؟ في ظل حقائق دولية كبرى، أهم هذه الحقائق هو انتصار الأفغان الأوائل على الاتحاد السوفيتي والسقوط المدوي والسحاب السوفيتي عام 1989 من كابل. حينئذ أمريكا انتبهت إلى أن العرب والمسلمون خطر داهم، وأن ما عقيدتهم وتاريخهم يمكن أن يعني أن يكونوا في العالم ذو شأن وذو وزن، فبدأ الترتيب وأعيدت المنظومة الأمنية كلها مجددا يعني سواء من النظريات والفلسفات أو من ناحية التطبيق. طيب، وكان بن علي هو مربط الفرس. كيف نسقط ذلك على علاقة الإمارات قبل الربيع، ثورة الربيع العربي؟ هل كانت الإمارات أحد الجهات الداعمة بقوة للتسويق كبن علي كضمانة لاستقرار تونس مثلاً؟ النظام العربي الحقيقي يحتاج أن نتوقف عنده مطولة، لكن الوقت لا يسمح. ثوابت المنظومة العربية طوال 100 سنة تأسست المنظومة العربية في المرحلة الأولى، تأسست الملكية في ظل الحرب العالمية الأولى، ثم تأسست الجمهوريات في ظل الحرب العالمية أو ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحينئذ يعني وكانت لهم مرجعية واحدة هي جامعة الدول العربية، تأسست أيضا في بداية الخمسينات، فهم سمن على عسل طوال يعني، وإن اختلفوا يختلفون لكن في النهاية يأتي الملك فيصل ويأتي عبد الناصر في قمة الخرطوم عام 1967، وقمة سميت قمة اللاءات الثلاث، وإذا بها لاءات في الهواء وفي الفضاء، وإذا بالقدس اعتراف لا تفاوض، نعم، وإذا بالقدس تسقط وتستقر حتى يعني حتى إسرائيل تعلنها عاصمة مقدسة لهم. أين النظام العربي؟ أين ملوكه وأين رؤسائه؟ محمد بن زايد يأتي كمسمار في ظل هذه الماكينة العربية لكي يلعب دور في مرحلة خطرة جدا، وهي مرحلة الثورة العربية. الثورة العربية هي المفصل التي نقلت وغيرت كل مرحلة. يعني الثورات الربيع العربي كشفت عورات هذه العلاقات المشبوهة بين الدول في منطقة بعيدة جغرافيا وحتى ثقافيا، هناك نوع من يعني التمايز. وجدنا هذه المنطقة، يعني نقصد دولة الإمارات العربية كدولة، وجدناها حاضرة بقوة في المشهد في تونس في ليبيا، مناوشات مع المغرب. نعم، هذا مبرر يعني؟ بلا شك لكنه الأساس أننا نحن الأمة واقعة تحت مشاريع مستقرة وثابتة. المشروع الأوروبي مع تطور المشروع الأوروبي يعني كان في الأصل فرنسا وبريطانيا هي التي تعمل في يعني في المنطقة، لكننا بعد ذلك المشروع الصهيوني الذي ثبت، ثم دخل علينا المشروع الصفوي الإيراني، وإذا به يتقاسم النفوذ مع إسرائيل في المنطقة. فهذه المشاريع هي الأصل المتحكم، العرب ما هم إلا مفعول بهم كل النظام العربي. سيد حسن، وكأنك تقول بأن الإمارات تلعب بالوكالة لصالح أطراف أجنبية، أمريكا، الكيان الصهيوني، ذكرت إيران، يعني هذا مقبول؟ هل يمكن أن يكون هذا تفسيرا لسبب التدخل القوي للإمارات في ليبيا وتونس مثلا؟ نعم، لأنك إذا تابعت المعلومات أو جمعت المعلومات وحللتها، نحن أمام في النظام العربي ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه دائما هناك عاصمة وبلد مهم يلعب يعني دور مرجعي أو دور مؤثر ومهيمن مع محدودية حجمه. يعني عندنا مصر، عندنا الجزائر، عندنا السعودية، لكنه الدور الذي لعبته لبنان طوال الستينات والسبعينيات يعني من القرن العشرين المنصرم، دور كان خطير جدا. هي التي صدرت الشيوعية، صدرت البعثية، صدرت القومية العربية العلمانية، صدرت الأقليات يعني الدروز وأعطاهم وأضفيت عليهم القومية العربية أو غطاء القومية العربية، إلى غير الشيعة ونموهم. يعني دولة الإمارات كانت مرجع نظري سياسي
نعم، في بالذات في ظل سقوط المرجعيات الكبرى. أنت لما تتكلم عن الأصنام الخمسة الكبار، يعني بن علي والقذافي وحسني وبشار وعلي عبد الله صالح، لما يسقطون هؤلاء الكبار المنطقة خلت. فكان لابد من إسناد الإمارات، لأن أمريكا قد وبريطانيا من قبل قد هيئتها كمنصة متقدمة للقيام بهذا الدور، مباشرة هي استلمت دورها الذي عودت عليه أو عرفت به. معنا عبر السكايب السيد عبد الحميد الشوالي، أكاديمي ليبي. أهلا بك سيد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم، وأهلا بقناة الخبار وضيوفك الكرام ومشاهدينكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. سيد عبد الحميد، كيف تقرأ موقف الإمارات العربية المتحدة من الشأن الليبي؟ نعم، طبعا بالنسبة لموقف الإمارات العربية المتحدة كما تسمى، موقف ينبع من الأفكار اللي تنتاب قيادتها. هذه الأفكار في جلها تتمحور حول نقطة أساسية واحدة، وهي التفرد بالمكانة ومحاربة أو ما يسمى يمكن يطلق عليه المد الإسلامي الجارف، خوفا من أن يصلها هذا المد. كانت هي في كنقطة دفاع أولية في بدأت في مرحلة الدفاع عن نفسها أن تتولى مكافحة أو محاربة المد الإسلامي الذي بدأ يظهر في الدول العربية، وخشية السلاطين أو السلاطين على كراسيهم، فالتركز كله كان هذا المحور الأساسي حسب وجهة نظري. سيد عبد الحميد، يعني ثورة بعيدة آلاف الكيلومترات عن أبوظبي، المناخ الثقافي والاجتماعي والسياسي في دول المغرب العربي يختلف تماما عن الجو العام في الخليج، ومع ذلك هل يمكن أن يكون هذا مبررا من خوف من الثورات وخوف من المد الإسلامي كما ذكرت، في حين نعرف أن دولة الإمارات دولة محافظة مثلا؟ التجارب لا تحتاج إلى دول أن تكون متجاورة لتنتقل الأفكار، تأخذ يعني لا يكون من ضمن حدودها البعد الجغرافي. إذا كان نجحت الثورة في ليبيا وأصبحت دولة كليبيا نوعا ما فيها بعض الكثير من الخصائص تشترك فيها هي والإمارات العربية، يعني كونها دولة يمكن أن تكون محورية، يعني إحنا ليبيا ممكن تكون نقطة الربط ما بين أوروبا وأفريقيا، فيها ثروات نفطية، فيها يعني موقع مميز لها، قد هي طبعا تشترك فيه كذلك لبنان، ولذلك لبنان حربت من زمان يعني من طرف إسرائيل. لكن ليبيا لو نمت ليبيا أو لو تكونت ليبيا حتى تتمحور حولها كل دول المغرب العربي، ويصبح قيمة دولة الإمارات التي بنيت يعني على هذا الأساس تتلاشى، لم يكن لها الزخم الكبير سيد عبد الحميد. سيد عبد الحميد، نحمل هذا الإشكال إلى سيد حسن الدقي، هل فعلا الإمارات كانت تتخوف من دور ريادي لليبيا في المنطقة يمكن أن يكون جاذب سياسيا واقتصاديا؟ إحنا يعني لو ركزنا على الثورة العربية بعموم مع أهمية تونس وليبيا، فلو يعني ماذا هددت الثورة العربية؟ هددت المشروع الصهيوني بدرجة أولى، يعني التغيير الذي حصل في مصر ينعكس مباشرة على دولة الكيان الصهيوني. فانظر هذا التهديد الخطير، والمنظومة العربية أصلا لم تبنى إلا بعد أن أعلنت إسرائيل عام 1948 كل تواريخ الاستقلال بعد 1948. فإذا هذا مرتبط بهذا. التهديد الثاني أنه بقيام الثورة في سوريا تهدد الهلال الشيعي، وبالتالي تهدد المشروع الصفوي الذي هو متكامل مع أمريكا، دخلوا كتوأمين أو كعاشقين إلى دمشق إلى بغداد عام 2003. فهنا ثمة تغيير في البنية الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، بدل الاعتماد على إسرائيل كحامي وحيد للوضع الأمني دخلت إيران لكي تتقاسم هذا النفوذ. التهديد الثاني هو تهديد النظام اللاشرعي، أنت مثل ما تفضل أستاذنا الكريم أنه لما يطلع نموذج عربي ناجح في الثورة العربية، أخطر ما في النموذج هو إيقاف الملوك ورؤساء اللصوص السراق العرب من أن يعني أن يتوقفوا عن سرقة الثورة العربية. سيد حسن،
دولة الإمارات لها استثمارات ببلايين الدولارات من في أين المنطقة. أتت بها؟ طيب من أين أتت بها هذه الاستثمارات؟ استفاد بها الاقتصاد المحلي في تونس أو في ليبيا أو في المغرب، واستفاد بها اليد العاملة، أفادت الحركة الاقتصادية. يعني أن نقدم بأن الإمارات تخاف من القادم الجديد، يعني هذا نوعا ما في مبالغة. لا، ما في مبالغة، لأنه نحن غفلنا عن أن المنظومة العربية هي بنيوية متكاملة، هو مشروع وهيكل جذوره واحدة، رؤوسه فقط مختلفة. هل فعلا الإمارات لها القدرة أن تكون حمالة لكل هذه، يعني نعم، لهذه البنية؟ لأن البنية التحتية التي بنيت في الإمارات، البنية الأمنية، وجود الموساد، وجود CIA، وجود المنظومات النصرانية، وجود مراكز البحوث يعني الأمريكية والأوروبية وانعكاسها في الإمارات، أهل الإمارات لكي تقوم بهذا الدور. وإلا أن للإمارات وهي مليون مواطن أن تلعب في اليمن وتلعب في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي أن لها أن تلعب وفي الصومال وفي جيبوتي. طيب، انضم إلينا من تونس عبر القمار الصناعية المحلل السياسي بشير الجويني. أهلا بك سيد بشير. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبضيوفك. سيد بشير، كيف تقرأ من زاويتك ومن مناخك في تونس تدخل الإمارات في الشأن التونسي؟ هو بداية لابد من إشارة أن الفاعلون في العلاقات الدولية لم يصبحوا فقط الدول، هناك أيضا أطراف أخرى تلعب على باب العلاقات الدولية وباب يعني مختلف الأطراف التي تؤثر في العلاقات الدولية. بداية لابد من إشارة أن تونس باعتبارها البلد التي قدحت ثورة الربيع العربي عندها رمزية. أعتقد أن هذه الرمزية تمس في كثير من الأحيان بشكل أو بآخر عدة أطراف. أنا لن أتحدث بشكل يعني واضح عن تدخلات قد بالعكس تكون نريدك يعني تتحدث بشكل واضح سيد بشير. نريدك أن تتحدث بشكل واضح. نعم، أنا سأتكلم عن يعني معطيات، وأعتقد أنه السادة المشاهدين والملاحظين أوعى وأبلغ من أن نعرض أمامهم أشياء وهم يعني يعرفون جيدا المتدخلين الحقيقيين سواء في تونس أو خارجها. أعتقد أنه الدول التي ساءها بشكل ما أن يكون هناك ربيع عربي، يكون هناك نموذج ديمقراطي يتم فيه التداول السلمي على السلطة، هي تنقسم إلى دول من المشرق ودول من المغرب. يعني دول الغرب بصفة عامة مفهوم يعني السبب الذي من أجله قد لا تكون ترحب بمثل ما صار في تونس، لكن المسألة التي ممكن تحير هي ما قد ينشأ من يعني ردود أفعال في دول الشرق وخاصة الدول الخليجية. يعني نحن نعرف أن تونس دبلوماسيتها وعلاقاتها الخارجية ضاربة في التاريخ، يعني دولة عندها يعني أكثر من 3000 سنة حضارة، ومعناها العلاقات الخارجية ممتدة من الفريقيين إلى أفريقيا إلى أوروبا، وحافظت طوال هذه المدة على حسن الجوار. عفوا، السياسة البرجيبية في العلاقات الخارجية كانت تتميز بعدم التدخل في شؤون الآخرين، وأعتقد أنه المنتظر من واصل هذه السياسة البرجيبية على امتداد سنوات الاستقلال وبعد الثورة أيضا أن الدول الأخرى يعني تقوم بنفس الشيء في إطار باب المعاملة بالمثل. لكن رأينا أنه عدة محطات، احنا نذكر مثلا محطة اعتصام الرحيل الذي يعني تحدثت أنباء كبيرة أنه كان مدفوعا بأموال إماراتية، نتحدث أيضا عن يعني سيارات مصفحة تلقتها يعني بعض الأحزاب، تلقاها يعني سيد بشير. يعني لماذا نلوم الإمارات أنها قد دعمت أطرافا سياسية في تونس، دعمتهم ماليا سياسيا إعلاميا، في حين أن كل الأطراف في تونس، كل الفاعلين السياسيين في تونس قد تلقوا دعما مباشرا وغير مباشر من أطراف جانبية أجنبية؟ لماذا دائما الوجهة هذا الكلام في الاتهام للإمارات؟ هذا الكلام يقال يعني في كثير من الأماكن، ولم أرى أنه رفعت قضية يعني ما ضد أمير أو ضد جهة ما يعني مانح. أعتقد أنه الكلام الذي ليس له أدلة مادية وقانونية. يا سيد بشير، فرنسا دعمت ومنحت، أمريكا دعمت ومنحت، ألمانيا دعمت ومنحت، هؤلاء كل ننساهم ونذكر فقط الإمارات؟
ما قد يعيب بتدخلات العربية أنها تدعم وتمنح، ولكن تدعم وتمنح الطرف وخصمه. أنا اطلعت قبل فترة على يعني مجمل الإحصائيات التي ذكرتها أنت يعني، وكانت موثقة في برلمانات هذه الدول وعند هذه الجهات يعني. طيب فرنسا طيب لما تعطي دعما هي لا تخفيه يعني. طيب طيب لكن سيد بشير، أنا أتكلم عن مختلف الدول. سيد بشير سنقف في نقطة، عندما تعطي دعما سيد بشير سنقف في نقطة تدعم الطرف وخصمه. السيد عبد الحميد الشوالي الأكاديمي الليبي، ألا ترى بأن موقف الإمارات له مبرر عندما نرى الواقع الآن في ليبيا؟ يعني هذه يعني أنا أتجنب قول فوضى، ولكن خصومة عالية وصلت إلى الاقتتال، داعش يعني متواجدة وتتحرك براحة في ليبيا، ألم تكن الإمارات محقة عندما خافت من أن تصيبها ما بين ظفرين عدوى الربيع العربي؟ لا أعتقد أن لأي دولة حق تدخل في شؤون دولة أخرى. هذا منافي لأبسط الحقوق وأبسط القوانين في العلاقات الدولية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما يصرح به في الدعم لا تجده مكتوبا، ولن تجد أي من المسؤولين يصرح لك بأنه دعم فلان أو دعم الجهة الفلانية. نحن لا يعني لا نتعجب إذا رأينا أن الإمارات قد تكون هي من أحد من يدعمون قيام الدولة الإسلامية أو ما تسمى بداعش. قد يكون هذا موجودا أيضا. الإمارات العربية وصلت بها لحد قصف باستعمال الطائرات، قصف مراكز عسكرية ليبية. يعني هذا أشنع أنواع التدخل. هذا يعني قد يسمى حالة إعلان حرب. يعني هذا لم يعرف العلاقات الدولية على أنه مساعد الطرف على طرف درجات، إلا إذا كان فيه تحالف أو فيه معاهدات أو وثائق ما بين الطرفين. لكن النقطة المهمة جدا أن كما تفضل به زميلي من تونس، أن مشكلة الإمارات قد تدعم كل الأطراف المتصارعة طمعا في استمرار الصراع وليس في إنجاح الحق وإزهاق الباطل. هذه النقطة الثانية. الإمارات في حد ذاتها يعني كدولة تسعى لأجل مصالحها وليست لمصالح ليبيا ولا لمصالح تونس. سيد حميد في هذه النقطة، سيد عبد الحميد في هذه النقطة خليك معنا. سيد حسن الدقي، يعني الإمارات تدعم الطرف وخصمه، غريبة هذه نوعا ما في السياسة. هذه استراتيجية إنجليزية أمريكية في الأصل، وهي استراتيجية الاحتواء المزدوج. يعني رأينا ريغان في عهده في بداية الثمانينات يرسل أموال ظاهرها وقع عقد لدعم ثوار نيكاراغوا في أمريكا الجنوبية، بينما الدعم أين ظهر؟ ظهر في طهران، ظهر عند الخميني. تخيل المشروع الذي تدعي أمريكا أنها تحاربه عبر صدام حسين في العراق، إذا بها تدعمه. لماذا؟ لأنها تريد أن تعمل نوع من التوازن في تلك الحرب. هذه سياسة الاحتواء المزدوج. الآن دول الخليج تلعب هذه الاستراتيجية، ليس من كيفها، وإنما أيضا بما يملى عليها يعني من استراتيجية الاحتواء المزدوج. في هذه النقطة نختم مع السيد عبد الحميد شوالي في فكرة الاحتواء المزدوج. هل فعلا الإمارات، وهناك أخبار تتحدث أن الإمارات تدعم مثلا حفتر، وفي نفس الوقت هناك دعم خفي لداعش لتنظيم الدولة الإسلامية، هل هذا صحيح؟ يعني هل رجحت أخبار مؤكدة عن ذلك في ليبيا؟ هذا ما يتداول داخل ليبيا عند كثير من النخب، وهذا عند البعض قد يكون متفتا بالكامل. شكرا لك سيد عبد الحميد الشوالي الأكاديمي الليبي. سيد حسن، الإمارات دعمت وتدخلت وكان لذلك انعكاسات على المشهد السياسي والأمني في المنطقة، ولكن نتابع هذا المحور بعد الفاصل. هل التقارب المرتقب بين أنقرة وتل أبيب من ارتدادات الزلزال الروسي؟ وهل بات اتفاق المصالحة بين البلدين وشيكاً؟ وإلى أي مدى يمكن أن تذهب العلاقات الثنائية؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الموقف التركي من القضية الفلسطينية وفصائل مقاومتها؟ ملفات نضعها على طاولة البحث والحوار في برنامج أوراق تركية، يأتيكم يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا في محطات مغربية. وموضوع حلقة اليوم التدخل الإماراتي في شأن المغاربي تونس وليبيا مثلا. ضيفنا من تونس المحلل السياسي بشير أجويني، تحدثت عن أن الإمارات تدعم الخصم أو تدعم طرف والخصم في نفس الوقت، هل ذلك من باب استدامة الأزمة أم أنها تريد أن تكون تفتح قنوات التواصل مع الجميع؟ شوف يا الكريم، لما أرى أنه يعني الجانب الإماراتي يغلق حدوده أمام الجانب التونسي، لما أرى أنه هناك يعني رفض لكل المبادلات التجارية بين تونس والإمارات، لما أرى أنه الجالية التونسية في الإمارات الآن تعاني الأمرين، وفيه جانب داخلي متعلق بالسيادة التونسية معناه وزارة الخارجية هو للنقاش، أيضا في هذا الجانب مما يلي وزارة الخارجية الإماراتية ويعني دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا أمر قابل للنقاش، لأنه لا أعتقد أن تطوير العلاقات بين الدول العربية مر عبر مثل هذه الحواجز، لا أعتقد أنه ردات الفعل الطفولية التي أسميها إلى أو التي تقرب من ردات الفعل المراهقة، يعني وكأنه هذا رئيس يعني أو هذا جانب يعني ينقض الجانب الآخر فيغلق الحدود. أعتقد أنه ليست هذه هي أفضل طريقة لكي، ولكن هذه سيادة وطنية، هذا قرار سيادي يا سيد بشير، إغلاق الحدود وعدم منح التأشيرات قرار سيادي. نعلم أن فتح الحدود، نعم نعلم أن فتح الحدود وغلقها وإعطاء التأشيرات أو سحبها قرار سيادي، لكن لا أعتقد أن مثل هذه القرارات ستساهم في يعني دفع شبهة التدخل عن الإمارات أو في دفع شبهة يعني العمل الأيديولوجي إذا صح التعبير، لأنه يعني هذه التصنيفات يمين يسار إخوان أو مش إخوان، أعتقد أن أمر لا ينطبق على تونس، والنخبة السياسية في تونس بجميع أطيافها أو في جزء كبير منها تجاوزت هذه يعني النقطة. أعتقد أن اللعب على مثل هذه النقاط لن يزيد إلا في توتير الأوضاع بين بلدين عربيين شقيقين، تدل اتفاقيات التعاون من الممضات منذ السبعينات وزيارة يعني الزيارات المتبادلة يعني أنه هناك أفاق للعمل المشترك، هناك أفاق للتطوير. طيب، أعتقد أنه الرؤية التي سيد بشير في هذه النقطة عن اللاعبين، عن اللاعبين في الساحة التونسية وعلاقتهم بأطراف قوية في دولة الإمارات. سيد حسن، هناك ظاهرة إماراتية بامتياز، قائد شرطة دبي ضحي خلفان، يعني بدأ تقريبا منذ شرارة الأولى لثورات الربيع العربي ب يعني التهجم وب يعني التنكيل بهذا التغيير الذي حصل في المنطقة. هل هو يتحرك بمفرده؟ هل هو مزاج خاص بضحي خلفان أم هو يعني يتصرف بأوامر؟ ضاحي خلفان هو عضو في المجلس الأمني الأعلى في الإمارات، والذي يرأسه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومعه يعني هزاع بن زايد، ومعه منصور بن زايد، ومعه مجموعة. فبالتالي هو يعني ينطق باسم هذه المرجعية الأمنية في الإمارات. النظام الأمني العربي هو مربط الفرس في كل ما هنالك. النظام العربي سواء كان عند الملوك أو عند الرؤساء لا يعرف السياسة البتة، هو يعرف كيف يقمع، يعرف كيف يهيمن، يعرف كيف يهشم الشعوب. وأنا استثارتني كلمة الأخ الكريم الآن لما يقول علاقة بين شعبين شقيقين، نعم شعبين شقيقين، لكن من قال أن الحكومات تمثل يعني هذه الأخوة أو هؤلاء الأشقاء؟ الحكومات العربية عمرها ما كان عبد الناصر ولا كان القذافي ولا كان نويري ولا كان صدام حسين ولا كان الملك فيصل يمثلون هذه الشعوب، هؤلاء معزولين عزلة تامة جدا عن إدارة شأن الشعوب. ولذا وجدنا القدس تسقط 3 مرات، وجدنا 1.5 مليون عراقي يقتل، وجدنا 500,000 سوري الآن يقتل، وجدنا الأمة فقيرة، الأمة طيب. الأمة تحت خط الفقر كلها، الجزائر أو المغرب أو السودان. الغريب في المسألة أن ضاحي تقريبا يوجه سيامه إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، النهضة في تونس، الإسلاميين في ليبيا، حزب العدالة والتنمية في المغرب، صارت لهم مناوشات تغريدات تهجم فيها على حكومة المغرب ورئيس حكومة المغرب. لماذا يعني هذا الموقف؟ يعني أستحي أن أكون معادي، ولكن موقف قوي وموقف يعني فج
تجاه الأحزاب ذات مرجعية إسلامية. هذا موقف الإخوان أساساً يعني. موقف متسق ومنسجم مع العقلية والمنظومة الأمنية التي عندما تدخل أنت انظر إلى أي مواطن عربي يدخل اليوم ليس إلى مقر جهاز الأمن البعبع الأساسي، وإنما يدخل إلى مجرد مخفر الشرطة يصاب برعب في مخفر الشرطة، يعلم أن في مخفر الشرطة هذا لا يمكن يحصل على حق ولا يمكن أن تحفظ كرامته، بل الإهانة هي الأساس. معنا في اتصال هاتفي السيد عبد الصمد بن عباد الإعلامي المغربي. أهلا بك سيد عبد الصمد. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. سيد عبد الصمد، أكيد أنك كنت تتابع معنا هذا الحوار، مناوشات يعني لم تصل إلى مستوى تدخل، ولكن مناوشات بين الضاحي خلفان عبر تغريدات وبعض الإعلاميين المغاربة، أنت أحدهم. لماذا ضاحي خلفان في لحظة ما أراد أن يدخل في اشتباك افتراضي مع حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سيد عبد الله بن كيران؟ هذا الأمر كان تقريبا قبل سنة تقريبا تنبأ فيه ضاحي خلفان بأن حزب العدالة والتنمية المغربي سيلقنه الشعب درسا قاسيا ولم يمنحه صوته في الانتخابات، غير أن رئيس الحكومة المغربية بحكم اطلاعه ومعرفته على تاريخية العلاقة بين الملكية في المغرب وبين شيوخ الإمارات أعاد الأمر إلى رئيس الدولة الذي هو الملك والذي هو في نفس الوقت صديق شيوخ الإمارات حتى يحل المشكل، فانتهى المشكل واعتذر ضاحي خلفان. يعني هل هذا يدل يعني يدل ما, ما, ما سبق أن مشكلة ضاحي خلفان أو من يمثلهم ضاحي خلفان هي التيارات الإسلامية، هي حزب العدالة والتنمية، هي يعني المرجعية الإسلامية لهذه الأحزاب؟ من يراقب ويتابع فعل الإماراتي على امتداد الوطن العربي بعد الربيع الديمقراطي يلحظ أن الإمارات أولا عدو للديمقراطية، السياسة الخارجية الإماراتية عدو لإرادة الشعوب، تقف ضد وقفت وتقف، والآن انتقلت إلى مرحلة من الوقوف ضد إلى العمل ضد، بمعنى انتقلنا من الموقف الفكري بين قوسين أو الموقف السياسي إلى العمل على إرباك الربيع إلى تثمير جميع تجاربه الديمقراطية. ولا أدل على هذا النموذج التونسي، كيف تفعل فيه الإمارات، كيف تتدخل، كيف فعلت فيه مصر وإنهاء نظام ديمقراطي وغيرها، هي تحاول اليوم أن تتموقع من خلال العمل ضد الديمقراطية والفعل للانقلاب على الديمقراطية. تبقى معنا سيد عبد الصمد، تبقى معنا سيد بشير جويني من تونس. يعني الإمارات اليوم الجميع تحدث في تونس أنها تتدخل في الأحزاب في قرارات سياسية، قرارات حتى سيادية، ولكن لماذا لا نرى الجانب الآخر أن من مصلحة الإمارات أن تحافظ على مصالحها وتتقاطع مع الأطراف التي تحافظ هي أيضا على مصالح الإمارات؟ يعني الثورة في تونس في بداياتها هناك من أتى ليقول دعنا نراجع صفقات تونس الاتصالات، دعنا نراجع صفقات سما دبي، دعنا نراجع صفقات كل الاستثمارات في الإماراتية في تونس. يعني هذا من يدفع الإمارات أن تحافظ على مصالحها عبر دعم طرف هو أيضا سيحافظ على مصالح الإمارات. تونس دولة ذات سيادة، تونس دولة حرة ذات سيادة، لا أعتقد أن الإمارات أو غير الإمارات عندها الحق أن تتدخل قانونا ولا حتى عرفا أو أخلاقا في شؤونها، والعكس صحيح أيضا. لكن أنا أقول في باب الإجابة عما أورده صديقك من أن أو زميلنا من أن الأنظمة لا تمثل الشعوب، صحيح، أنا أقول أن جزء كبير من الأنظمة لا تمثل الشعوب، لكن أعتقد أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى حكام الإمارات وإلى أمرائه وإلى أبنائهم أنه على الأقل أنا أنطلق من تونس وأقول أن هذا لسان حال التونسيين أو جزء كثير من التونسيين، الرسالة التي توجه إلى الإمارات وحكامها لئن بسطت إلي يديك لتؤذيني ما نحن بباسطين أيدينا لنقبل الإذاية أو نسمح بها. تونس دولة ذات سيادة لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل أن يتدخل الآخرون في شؤونها،
أعتقد أن الإمارات لا نفس يعني الخصائص من ناحية القانون الدولي، عندنا مصالح مشتركة. أعتقد أنه من صالح الجانبين تطوير هذه المصالح المشتركة، سواء في التعليم سواء في الجانب الاقتصادي أو غيره، لكن عدا ذلك التدخل في الأمور الداخلية للدول وتقوية طرف على طرف آخر لن يجلب إلا الوبال. هذا طيب صار في الماضي ويصير الآن، وأعتقد أنه لسنا في معزل عنه. سيد بشير، نرى صدى هذه الدعوة عند السيد حسن الدقي. هل أولا هناك حديث أن هناك خلاف بين إمارة دبي وأبو ظبي في تقدير الموقف من الربيع العربي؟ هذا صحيح من موقعك على الأقل؟ يعني الحقيقة قصر الأمر الآن يعني على السقف القطري الوطني التونسي أو السقف القطري الإماراتي أيضا إخلال بالصورة العامة. الصورة العامة نحن أمام ثورة مضادة تقودها أمريكا، وأمريكا لها أدواتها في إدارة هذه الثورة المضادة، وبحصر وبالوقوف ومتابعة الثورة المضادة وجدت أن لها 12 أداة وأربع استراتيجيات كبرى تنفذ في تونس كما في ليبيا كما في اليمن. الاستراتيجيات الأربع فقط: إلغاء شرعية الثوار، أي شرعية أو قيادة للثوار ينبغي أن تلغى من مرسي إلى غيره في أي مكان. الأمر الثاني: شرعنة عملاء جدد. هؤلاء العملاء يأتي حفتر يتغير، يأتي آخر من الصخيرات أو غير ذلك، المهم أنه لابد من شرعنة عملاء جدد. الأمر الثالث: إبقاء الشعوب تحت تهديد القتل والفقر في أن واحد بحيث يتوبوا من هذه الثورة ولا يفكروا في قلب حكامهم. الاستراتيجية الرابعة: منح ونزع السلطة التي على أساسها تأسس المنظومة العربية. طيب، فلما نأتي الآن لكي نختزل تونس ونختزل الإمارات في الحكومات، هذا معطى مهم جدا على الأقل في تقدير الموقف تجاه الثورة العربية. هل فعلا هذه الخصومة إن وجدت ممكن أن تغير الموقف تجاه تونس، ليبيا، مصر، سوريا؟ تغير موقف الحكومات يعني؟ موقف حكومة الإمارات؟ لا الإمارات ولا غيرها. الحقيقة هذه الحكومات مثل القطار الذي وضع على سكة ولا يعرف أن يذهب لا يمين ولا يسار، هو ذاهب إلى نهايته. سيد عبد الصمد، تحدثت عن الربيع الديمقراطي، هل الربيع الديمقراطي في منطقة المغرب العربي الآن على السكة ولا خوف عليه؟ سيد عبد الصمد بن عباد من المغرب، الإعلامي المغربي، يبدو أننا فقدنا اتصال سيد عبد الصمد. نعود لك سيد حسن، يعني قلت أن هذه الحكومات هي كالقطار على سكة ولا يمكن أن تتراجع. ألا توجد مؤشرات لا للتراجع ولكن على تعديل المواقف، خاصة بعد التطورات التي حصلت في السعودية، التقارب القطري السعودي التركي، الوضع في سوريا، الخطر الإيراني؟ هل ممكن أن تراجع الإمارات وتبحث عن عمق استراتيجي جديد في المغرب العربي وتكفي هذه الخصومة؟ الثوابت التي قام عليها النظام العربي في 100 سنة يعني الأخيرة هذه تدلنا على أن النظام العربي أمين جدا مع ثوابته ولا يتغير عنها. من هذه الثوابت هي حوالي 12 ثابت، لكن أهمها المرجعية الأمنية، المرجعية العسكرية والجيش، الجيش لقمع الشعوب وليس لتحريرها. السرقات، سرقات الأموال والثروات، نتخيل يعني اليوم رئيس الوزراء البريطاني كاميرون على ماذا يحاسب؟ يحاسب على جهاز صنع قهوة في ظهره، يسألونه هذا الجهاز من أين أتى ومن أين يعني وهل أنت دفعت ثمنه أم ماذا؟ بينما نحن المليارات، أحد يعني تجليات الأزمة في الإمارات أن محمد بن زايد تحت يدي هذا المدخول البترولي الهائل جدا، من يرشده؟ من يراقبه؟ أين الشفافية في ثروات الإمارات تذهب لكي يلعب بها وكي يبعثرها، يعطيها حفترة ويعطيها يعني غيره؟ فنحن أمام هذا الخطر، بل أنه يعني وصل الحد أن يرشي بها كاميرون أو يشتري بها توني بلير، وبالتالي نحن أمام القضية العراقية فقدنا فيها 1.5 مليون، القضية الفلسطينية تتردى، القضية السورية وصلت إلى 500,000، بماذا؟ بأموال الخليج. طيب، واللعب طيب بها. طيب سنعود هذه النقطة، كيف نرشد السياسات؟ معنا من جديد السيد عبد الصمد بن عباد الإعلامي المغربي. سيد عبد الصمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا سيدي. سيد عبد الصمد، تحدثت عن الربيع الديمقراطي، هذا المصطلح الجميل، هل الربيع الديمقراطي اليوم لا خوف عليه في المغرب العربي؟ ويمكن أن نرى مغربا عربيا يتطلع إلى أفق أرحب في مستوى الحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ورحابة العيش؟ هذا أمل، هذا طموح، وهناك إرادة، إرادة على السياسيين المغاربة والمغاربيين بشكل عام، سواء في تونس أو ليبيا أو المغرب، أن يشتغلوا ويعملوا بقوة من أجل تأمين الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي ودول ديمقراطية.
النموذج الذي يعني التونسي التوافق الحاصل بين النداء وبين حركة النهضة هو نموذج جميل وجيد. النموذج الذي يتم تنزيله في المغرب نموذج يجب تثمينه وتقويته والمضاء به إلى آخره، وهو بناء دولة ديمقراطية ليبيا المتصالحة مع ذاتها، ليبيا الديمقراطية، ليبيا المستقبل. هذه كلها مؤشرات على أن مستقبل العالم العربي إن ترك، أو عفوا المنطقة العربية المغاربية إن تركت لصالح الشعوب ولصالح الحكومات المنتخبة ستكون حتما أحسن، وسننتقل بسرعة إلى دول ديمقراطية، دول عادلة، دول يكون للمواطن فيها صوت كما له سلطة. هذا ما نريده، وهذا ما على الأنظمة وعلى الأحزاب وعلى الجميع أن يتكاتف، وعلى الدول العربية أن تدعم لا أن تعرقل، شكرا. السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول. شكرا لك سيد عبد الصمد بن عبادة العلامي المغربي، كنت معنا عبر الهاتف. نعود إليك سيد بشير أجويني. يعني اليوم الإمارات كان لها يعني تدخل حتى داخل بعض الأحزاب، الكثير في وسائل الإعلام التونسية تحدثت عن أيادي الإماراتية في حزب حركة نداء تونس وانزعاج الإمارات من التقارب حركة نداء تونس مع حركة النهضة. ألا ترى بأن هذا التقارب وجه رسالة ليس فقط الإمارات، أن يمكن أن نتجاوز هذه التدخلات ويمكن أن نحافظ على مصالح تونس ومصالح الناس التي ترتبط بتونس بعيدا عن أي نفوذ أجنبي؟ هو تداخل المصالح موجود حتى داخل الإمارات، الإمارات العربية المتحدة أعتقد أنه في داخلها من التناقضات أو أشياء تشبه التناقضات ما ممكن يكفيها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلا عن ما يحدث في تونس. يعني كما قلت، الرسالة التي وصلت عن طريق التقارب الحاصل في تونس هي رسالة واضحة وجلية، وأعتقد أنه يجب التقاطها وقراءتها القراءة السليمة. أعتقد أن هذه أيضا أمر ليس بجديد، الليبيون يقولون في نشيدهم الوطني قد تحررنا وحررنا الوطن، الجزائريون يقولون يعني قد مضى وقت العتاب، التونسيون يقولون إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا يبد أن يستجيب القدر. كل هذه رسائل يعني تاريخية وواقعية ميدانية يجب أن يعي الجميع شرقا وغربا أن الشعب قد أخذ السلطة بيده، أن الشعب قد تحرر، أن لحظة ما قبل الربيع العربي ليست ما بعده، أن الساعة وإن توقفت وإن نقص يعني مردودها فهي لا ترجع إلى الوراء، أعتقد لا عودة إلى الخلف. هناك عصر جديد ولحظة فارقة افتتحته الثورة التونسية وبقية الثورات في الربيع العربي يعني باختلافات وب يعني أشياء داخلية قد تساهم في نجاحها وفي غيره، لكن أعتقد أنه ما وصلنا إليه في تونس وبقية الدول إن شاء الله رسالة واضحة أن التدخل في شؤون الخير هو أمر سيد بشير ولم ينجح أيضا في المستقبل. ما بعد 14 جنفي واستحقاقات ما بعد 14 جنفي 2011 سنعود له في قبل أن نختم، ولكن سيد حسن دقي تحدثنا اليوم أنت كمعارض إماراتي لك موقف أكيد من سياسة الإمارات الخارجية، ويعني وطبيعي أن تعارض هذه السياسة، ولكن الرأي العام الشارع الإماراتي كيف يتعاطى اليوم مع مثل هذه الأحداث، أن يجد اسم إمارات يذكر في ليبيا أنها قصفت مواقع، حتى أنا يقول مواقع مدنية، الإمارات تتدخل في تونس، الإمارات تناوش المغرب، هناك أحاديث أخرى غير موثقة عن دور إماراتي في استثمارات مشبوهة في الجزائر. يعني اليوم الشارع الإماراتي أين هو من كل ذلك؟ في الإمارات سيدي الكريم تضافرت يعني أكثر من مسار، أو يعني وأغلقت الإمارات كسجن كبير على الشعب الإماراتي، المسار الأمني بتجلياته ومساراته يعني المختلفة، حتى أصبح الأخ يخاف من أخيه. يعني نحن أمام نفس ما كان بن علي يزرعه في التونسيين ونفس ما كانت تفعله الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. المسار الثاني التدخل الأمريكي الاستخباراتي واليهودي. المسار الثالث محمد بن زايد يتطلع للرئاسة ولم يصل إليها بعد منذ ربع قرن، أزاح أخي سلطان بن زايد ثم أزاح خليفة بن زايد، الآن رئيس الدولة مغلق عليه لا أحد يستطيع أن يتصل به، وهو يعني متقدم إلى الرئاسة ولم يصل إليها، وبالتالي لابد أن يقدم قرابين للنظام الدولي، لأنه لا يوجد ملك ولا رئيس في العالم العربي والإسلامي يصل إلى كرسيه لا بعد أن يجاز في واشنطن أو لندن أو باريس.
فالشعب الإماراتي ستكون يعني هذه القرابين بدماء مغاربية ممكن أو مصرية أو سورية؟ بكل ما في أي مشكلة. ما هم قدموا 1.5 مليون عراقي ودخلوا بغداد مبتسمين، دخلت طهران ودخلت الرياض ودخلت دول الخليج كلها ودخلت أمريكا وحسني مبارك وبشار الأسد، دخلوا 2003 إلى بغداد 1.5 مليون قتيل يعني، وإيش من بكى على 1.5 مليون قتيل العراقي؟ فالشعب الإماراتي شعب ثائر، شعب مبارك، شعب فيه يعني تاريخ. ضربته بريطانيا عام 1809 الضربة الخطيرة الأساسية قبل 200 سنة، وجهتها للقواسم وحرقت، لم تكتفي بضرب رأس الخيمة وإنما حرقت كل يعني المدينة. فالإمارات في صراع مع 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 الإنجليز وهي جزء من عمان. الشعب الإماراتي الآن يعبر عن هذا الحراك عبر الموجودين في السجون. اليوم كانت هناك محاكمة ل 45 سلفي، من قبل كان هناك 100 من الإخوان المسلمين، وقبل ذلك هناك مستقلين على رأسهم الدكتور يعني ناصر بن غيث الخبير الاقتصادي يعني الأول في الإمارات الذي نظر لدبي. تريد أن تقول بأن الإمارات يعني الرأي العام والحس حس الشعب الإماراتي هو ليس مع هذه السياسة الخارجية أبدا يعني. لكن من طيب يسمح له يتحدث؟ طيب من يسمح؟ طيب أنت تعرف الآن أقيل أقيل لجريدة البيان وهي جريدة رئيسية، أقيل 4 من كبار المسؤولين من رئيس التحرير إلى المدير. لماذا؟ لأنهم أخطأوا فنقلوا تغريدة تسب الحكومة وضعوها خطأ هكذا. طيب فنيا أقيلوا. طيب سيد بشير جويني، على ذكر الإعلام، الإعلام التونسي كان رد فعله محتشم تجاه محاصرة التونسيين، إما عبر التأشيرات، عدم منح التأشيرات، تعطيل أعمال بعض رجال الأعمال أو بعض الصناعيين أو التجار. لماذا حسب رأيك؟ الدول التي تريد أن تقام فيها يعني أعمال وتقام فيها يعني نهضة اقتصادية لا تعامل دول أخرى بمثلها بمثل. لا نتحدث عن الإعلام، الإعلام التونسي، الإعلام التونسي لم يركز بشكل محترم يعني بشكل يحترم مواطنة التونسي في هذه النقطة. نعم المواطن التونسي في الإمارات ليس بأفضل حال من المواطن التونسي في أماكن أخرى. تركيز الإعلام أو عدم تركيز الإعلام هذا أمر مرتبط بانتماءات وبارتباطات جزء كبير من الإعلام. كما تعلم ونعلم جميعا أن الإعلام عنده أيضا ارتباطات موازية للأجندة، يعني الأجندة السياسية التي يعني يتحرك في فضائها الإطار السياسي. الإعلام للأسف الشديد ما زال لم يتحرر بالشكل الكافي بالشكل المطلوب، ولو أن قطعنا يعني خطوات في تونس نحو إيجاد إعلام طيب أقرب يعني إلى المهنية يعني وإلى يعني, ما يعني الحياد. لكن سيد بشير، الإمارات كما ذكرت دعمت طرف سياسي جبهة الإنقاذ في صيف 2013 من أجل إسقاط حكومة الترويكا ورحيل المجلس التأسيسي، دعمته ماليا سياسيا إعلاميا. نتحدث في الجانب الإعلامي، هل الإعلام التونسي مخترق إماراتيا؟ عفوا. لا شك أنه جزء كبير من الإعلام عنده ارتباطات داخلية وخارجية، ومن هذا الجزء الكبير هناك جزء لا ينكر أنه عنده علاقات مع الإمارات. سمعنا بصحفيين يعني كان عندهم إقامات يعني وكان عندهم هدايا يعني ممكن تطرح الأسئلة حول قيمتها حول الجهات التي تهديها. لكن في كل الحالات أعتقد أنه فشل هذا الدعم الذي السخي، وأنا أستعمل مصطلح الدعم السخي لأنه نعلم جيدا ومن عايش اعتصام الرحيل يعني يعلمون جيدا ما بذل من أموال وغير الأموال في سبيل أن ينجح هذا الاعتصام أو في سبيل إسقاط يعني الحكومة الشرعية. أعتقد أنه فشل هذا الاعتصام بداعمي وبن وراءه شرقا وغربا هو آية ودليل وعبرة لمن يعتبر. بعض المواقع الإخبارية تحدثت عن تدخل أمني عبر جهات مخابراتية، تم إيراد اسم محمد دحلان المشق الفلسطيني المقيم في الإمارات أنه كان وراء بعض الهزات الأمنية التي عرفتها تونس عبر بعض الأذرع المخابراتية. هل هذا صحيح أو هناك يعني مؤشرات له على الأقل؟
حسب علمك وأنت مؤشرات هي كثيرة، وأنا كملت وأنا كما قلت قبل قليل هناك مؤشرات كثيرة تحول الشبهة في اتجاه الإمارات، وأعتقد أنه شبهة تدخل في دول في شؤون الدول الأخرى خاصة الشقيقة منها هي شبهة لا تليق بقيادة سياسية يعني عندها باع وعندها تاريخ في معرفة كيف تنهض ببلاده. لا أعتقد أنه هذه الشبهات تحتاج توضيح في أقرب الأوقات من هذه الجهة الإماراتية من مختلف المتدخلين. أعتقد أنه كما قلت الإمارات دولة ذات سيادة لكن لا تقبل أن يتم التدخل في دول أخرى بدورها ذات سيادة. طيب سيد بشير سيد بشير سيد بشير وجود غير من المنشقين وتدخل في دول أجنبية هو نقطة أو في مستوى السيادة. في مستوى السيادة الإمارات دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تشكل سياستها الخارجية كما تريد، ولكن لماذا هذا الصمت الإماراتي على كل هذه الاتهامات تقريبا؟ لأنه هناك يعني جزء كبير من جبل الجليد غائص لا نراه، نحن للأسف والإعلام يركز على القمة الظاهرة من جبل الجليد، القمة الجذر الغائص أو الغاطس في البحر هو في الحقيقة المشروع الأوروبي والمشروع الأمريكي في المنطقة. أخطر أو يعني أخطر انعكاس للثورة العربية هم على المتحكمين الأساسيين الأوائل الذين أسقطوا القدس عام 1917. نحن يا سيدي نعيش في ظل معادلة عمرها 100 سنة إلى الآن مستقرة هذه المعادلة. يعني هل هذا الصمت أتى من الاستقرار أم حتى يوفر الاستقرار؟ لا، لأنه في ظل فشل أمريكا في أفغانستان وفي العراق، الفشل العسكري والفشل الأمني واضطرار الانسحاب وانكشاف الأجواء الأمنية هنا ومجيء الثورة العربية لكي تعمق جراح الأمريكان والجراح الأوروبيين، كان لابد من استخدام البيادق العربية الأمنية. وأمريكا يعني دائما تصطف خلفهم، لا تريد أن تظهر يعني الصورة. يعني هذا صمت وصمت أمني. نعم بلا شك. شكرا لك السيد حسن الدقي المعارض الإماراتي أمين عام حزب الأمة، والسيد بشير جويني كنت معنا من تونس عبر قمر صناعي المحلل السياسي، وكذلك السيد عبد الحميد الشوالي الأكاديمي الليبي كان معنا عبر سكايب، والسيد عبد الصمد بن عباد الإعلامي المغربي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة من محطة مغربية. إلى اللقاء وفي أمان الله.